للمزيد من المتابعة أيضا تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا، ما آخر تطورات الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من الجانب الإسرائيلي ومنطقة الجليل الأعلى، خاصة بعد التحرك الكثيف للقوات العسكرية باتجاه الشمال؟ ما نتحدث عن تطورات ميدانية، وخاصة ما جرى صبيحة اليوم في ما تسمى تل حي في إصبع الجليل. كان هنالك استهداف لمركبة عسكرية من قبل حزب الله بصاروخ مضاد للدروع، كان قد أوقع 15 إصابة بينهما إصابة حرجة، ولكن هذه البيانات الرسمية. مستشفى رمبم في حيفا كانت تحدثت عن استقبال إصابتين حرجتين، وفي الفعل كان هنالك أيضا مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت عن مقتل إحدى هذه الإصابات، ولكن رسميا لم يتم الإعلان عن ذلك من قبل بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما اعتدنا عليه، وخاصة عندما نتحدث عن أن الإصابات تكون في صفوف جنود الاحتلال يتم التأخر في الإعلان عن القتلى أو الإصابات في مثل هكذا حوادث. ولكن في المجمل رسميا نتحدث عن 15 إصابة منهما إصابة حرجة، وهذه الإصابات تتلقى العلاج اللازم في مشافي رمبم في حيفا وفي مختلف المشافي في المناطق الشمالية. كانت مروحيات عسكرية قد حطت في المكان في تل حي للتعامل مع هذه الإصابات ونقلهما إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. نتحدث أيضا في بداية الأمر كان الحديث عن إصابة إسرائيليين على حد تعبير بيانات جيش الاحتلال، ولكن فيما بعد اتضح أن الاستهداف إلى مركبة عسكرية. جاء هذا أيضا تزامنا مع إطلاقات صاروخية ورشقات صاروخية كانت قد انطلقت من جنوب لبنان اتجاه المناطق والحدود الشمالية، ما أدى إلى سماع صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق. لربما هذا يأتي ويقع ضمن دائرة الاشتباك المعهودة بين حزب الله وإسرائيل، ولكن هذا نستطيع ربطه وقراءته في السياق الزمني، وخاصة في ظل رفع حالة التأهب من قبل الجانب الإسرائيلي سواء في مطار بن غوريون في الموانئ ميناء حيفا حتى إلى جنوبا، وكذلك الحال حسب التقديرات الإسرائيلية بأن سيكون هنالك رد موسع وثقيل من قبل حزب الله ردا على العمليتين الأخيرتين التي حتى اللحظة لم تتبناهما إسرائيل رسميا، وأقصد بذلك تفجير الأجهزة اللاسلكية وإيقاع الإصابات والشهداء في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية. كذلك الحال نتحدث أن إسرائيل قالت اليوم بأنها ستجري تدريبات لجنود الاحتلال في حيفا، لذلك شوهدت عدد من الآليات تنقل وتنقل في الشوارع الإسرائيلية، وكان هنالك لبس في الموضوع. هذا ما دفع إسرائيل إلى توضيح من قبل الجبهة الداخلية بأنه لا تغييرات في التعليمات، ولكنها كانت قد طلبت من 10 بلدات من الجليل تحديدا في إصبع الجليل من ضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ، ومن تبقى نعم من شكرا سكان مستوطنة بلدي كريات شمونة كانت قد طلبت منهم البقاء في الملاجئ. نعم، الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.